أسواق الأغنام في بلدية الجلفة تعرف هذه الأيام تدافعا كبيرا من قبل المواطنين وحتى التجار القادمين من مختلف مناطق الوطن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. 36 مازال بيعوا ب 38 مازال ياودي قلب الخرفان احبس قلب الخرفان وراني تابع عليهم الخرفان صحات بيقولوا بيعوا ب 38 الله يربح مازال صحات خلينا ب 39 مازال 38 ونص بيتون لا نبيعوش على 20 39 صحات بيعوا بيقولوا ب 45. يختار المواطنون أسواق الجلفة لأن الولاية أكبر ولاية في تربية الماشية وسعر أضاحيها منخفض مقارنة بالمناطق الأخرى. 37 38 راه ناقص ترفصوا للنهاية والله على النهاية الأسباب كلاوت كلاصوا كلاصوا قال لك راه واحد يسكروه واحد كل واحد يجي لك بدعاية. يرى مرب المواشي أن أسعار الأضحية منخفضة بالمقابل يرى المواطن ارتفاعا كبير في اسعارها. الاسعار يعني في متناول الجميع، اللي ما عندوش قادر يضحي حتى ب 25% جملين و 500، واللي عنده قادر يضحي حتى ب 7.5 ولا 8 ملايين. سوق البيرين وحاسي بحبح والروميه ومسعد اكبر اسواق الجلفه التي تعرف توافدا غير مسبوق للمواطنين، والهدف اختيار اضحيه وباسعار معقوله.